كل سنة وانتوا طيبين. بما ان العيد خلاص داخل علينا وفي شريحة كبيرة من الناس هتبقى عايزة تاكل رنجة وفسيخ والحاجات اللي احنا عارفينها اللي مليانة ملح دي، تعالوا ان احنا نحاول نعملهم بطريقة بسيطة شوية ونعمل طريقة رنجة صحية وتقلل الملح والضرر الكتير اللي موجود. هيبقى موجودة عندنا الرنجة دي سموكت، ومعانا خضار زي خيار وجزر وفلفل الوان وكمان خس، وممكن بقى نحط سويت كورن او ممكن نحط طماطم على حسب طبعا الرغبة بتاعتنا او احنا حابين ايه. هنبتدي الاول بان احنا نقطع الخس بتاعنا. احنا مختارين الخس بقى عشان هو اكتر خضار تقريبا فيه مية، ومشكلة الرنجة بس ان هي فيها صوديوم كتير. الصوديوم ده بيعمل ووتر ريتنشن او بيخزن مية في الجسم، وكمان بيأثر لي على ضغط الدم، فانا لازم اعادل الصوديوم دي يا اما بخضار فيه مية او حاجات فيها بوتاسيوم تتاكل معاه. هنقطع الحاجات دي مكان. هنبتدي بقى نحط الخس بتاعنا اللي هو البيز بتاع السلطة. عايزة اكلمكم بقى على الفوائد بتاعت الرنجة. الرنجة اصلا كسمكة فيها فاتي اسيدز او دهون صحية، فيها اوميجا 3 اللي هي مهمة جدا عشان صحة القلب وصحة الدماغ والعظم بتاعنا، وكمان فيها فيتامين زي فيتامين دي المهم جدا للعظم، وفيتامين بي 12 المهم جدا للاعصاب، وكمان فيها مينرالز او معادن وعناصر مهمة جدا زي السيلينيوم واليود اللي هم مهمين جدا عشان الغدة الدرقية، وكمان فيها كالسيوم وفوسفورس اللي هم مهمين برضو عشان العظم بتاعنا. دلوقتي انا هبتدي احط الخضار اللي انا اخترته. انا اخترت فلفل الوان وجزر وخيار عشان دول من اكتر الخضار اللي فيهم مية، وكمان فيهم الياف كتير قوي هتخليني باكل وبشبع من كمية صغيرة بس من الرنجة، لان الرنجة الواحدة اللي هي تقريبا 250 جرام دي فيها اكتر من احتياجي في اليوم. واخر حاجة بقى هنحطها في الخضار هو السويت كورن، وده اختياري، ممكن تحطوه ممكن لأ، بس انا بحب احط شوية كده. وبعد كده هنحط رشة ملح خفيفة قوي ورشة كمون، والفلفل ده برضو اختياري تحطوه او لأ. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هنحط عليها الرنجة. واخر حاجة بقى هنعملها نرش رشة زيت خفيفة، وبعد كده عصرة الليمون اللي فيه فيتامين سي مع كمان فلفل الالوان هيقلل لو في اي ضرر من اي حد هيتحسس مثلا من الرنجة ولا حاجة. وكده احنا نبقى عملنا احلى سلطة هيلثي للرنجة، ونقدر ان احنا نستمتع بيها من غير اي مشاكل خالص. وكل سنة وانتم طيبين.